بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، شوطنا 18 الذي انطلق من هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات المميزة، فعلا لزامة، فعلا لزامة. وعبد الله بن علي بن خميس بن مرخان الاجتبي، وهنيالكم على هذا الناموس الممتاز الجيد الأوكي، ما شاء الله، ومساك خير، أشهد أنك بتمسى يا بن مرخان. شوطنا الوداعي، شوط الوداع انطلق أيها الإخوة، شوط انطلق الأخير، خصص للبكار، المهجنات، الأصايل، عودة من جديد إلى مقدمة هذا الشوط، إلى المركز الأول، غنايم على المركز الأول، مسيطرة على مقدمة الشوط، وأيضا الملكية للسيدة سعيد بن عبد الله بن محمد بن حلي، النقلة على متعبة، وسالم بن خلف بن مطر بن علوان ثاني المراكز، المركز الثالث. هناك اللهين انذار لمحمد بن راشد بن تريس الظاهري، وفي المركز الرابع العاصمة، وخالد بن حميد بن حارب لمهيري، وخامس المراكز ايضا وصلت في هذه اللحظات مكارم حياب بن مطر بن حضيرم الاجتبي، اغراء خامس المراكز. انتقل هناك الى المركز السادس، اللي في المركز السادس بشوف المركز السادس، ابوي اخرني دخيلك كي يعطي كل حق الحق سادس المراكز. هناك اللي هي مويه وحمد بن سالم بن هضع الشريفي، المركز السابع من الجانب الاخر شبابه، ومطر بن الضعيف بن حمد بن اخدي الاجتبي. انتقل وياكم الى المركز الثامن، الى المركز الثامن، هناك اللي هي مع شعال القبيس شوي بشوفه. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه للمراكز اللي هي هامة، أحمد بن سيف بن أحمد القبيسي تاسعا، وفي المركز العاشر هناك اللي هي مناورة سالم بن راشد بن سالم بن محمد بن راشد بن محمد الخاطري. هكذا كانت النتيجة، هكذا هي العودة الجميلة، العودة الجميلة إلى اللي غيرت على المركز الأول. سلام عليك يا بن علوان، سلام عليك يا بن علوان، أشهد أن التاريخ يشهد لك، أشهد أن التاريخ يشهد لك، ويشهد لهذا الشعار، ويشهد لمؤسس هذا الشعار رحمة الله عليه، إن شاء الله سالم بن خلف بن مطر بن علوان الاجتبي، حاضر مع متعبه، جماهيرك من داخل الميدان وخارجه، جماهيرك من داخل الميدان وخارجه، ولكن مكارم الخير، مكارم الناموس مع احياء بن مطر بن سعيد بن حضيرم الاجتبي، حاضر الى ثاني المراكز. وصلكم راعي دريبح ايضا حاضر مع العاصمه، خالد بن حميد بن حارب المهيري، وصل راعي غنايم احمد بن عبد الله بن محمد بن هلي المركز الخامس، هناك بن تريس ايضا مع انذار محمد بن راشد بن تريس الظاهري، ولكن اكتفي بهذا القدر، اكتفي بهذا الناموس، ال 1200 المتر الاخيره اللي يفصلنا عن خط النهايه. متعبه على المركز الاول، متعبه على مقدمه هذا الشوط، متعبه إلى القمة، متعبه إلى الناموس. وسالم بن مطر بن سالم بن خلف بن مطر بن علوان الاجتبي دير بالك من الكيلو الأخير، السرعة تزداد في الكيلو الأخير. المكارم في المركز الثاني، وإحياء بن مطر بن سعيد بن حضيرم الاجتبي المركز الثالث، اللي في المركز الثالث غنايم وسعيد بن عبد الله بن محمد بن هلي. وصلكم الرزي، وصلكم اللي ما يحب الا المركز الاول. هناك عبد الله ولا عرقله لعلي بن حميد الرزي الشامسي، ولا بن علوان غادر، بن علوان اللحظات الجميله، اللحظات المميزه هنا في هذا الانطلاق. سالم بن خلف بن مطر بن علوان أنا اجتبي. سلام الله عليكم يا ابن الخوانيج، سلام الله عليكم يا ابن الخوانيج، سلام الله عليكم يا ابن بن علوان. اللحظات الأخيرة، يلا يا ابن علوان، سلام.
سلام سالم بن خلف بن مطر بن علوان أنا اجتبي أنا اجتبي شكرا يا سالم شكرا يا أبو مهو خلف شكرا يا أبو غريم شكرا يا أبو غريم التهني أيها الإخوة أيضا يهنيك يهنيك السيد أحمد بن خليفة أبو سعر الشامسي على فوز متعبة سلام سلام الخوانيج سلام ثاني الناموس سالم من خلف مطر من علوان المركز الثاني علي بن حميد رزي الشامسي المركز الثالث هناك مطر من الضعيف بن قضيج تبي المركز الرابع علي محمد بن خليفة بن قحيد وفي المركز الخامس حياب بن مطر بن حضير من الاشتبي هكذا كانت النتيجة للمراكز دعناها عليكم بالفتح.